السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من متابعة عن قرب. انقلاب، ذلك ما تداولته بعض الصفحات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، لا بل نطق به بعض الساسة. ولكن بعيدا عن أضواء الإعلام، همس أم توقعات أم استباقات أم مؤشرات لمحاولة قلب نظام لم يشتد عوده بعد، أو هو ربما في حكم علماء القانون سلطة انتقالية وتأسيسية؟ البحث والاستقصاء الصحفي جرنا إلى التمحيص فيما قد يكون وقد وقع فعلا من بعض الجهات السياسية والأمنية والعسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية. فكان موضوع حلقتنا اليوم حقيقة الانقلاب بين التأكيد والتفنيد. لهذا الغرض يحضر بيننا اليوم الأستاذ محمد الفقي، رئيس حزب الرفاه التونسي. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك. كما يتخلل هذه الحلقة مداخلات للمدون ياسين العياري باعتباره الطرف الأكثر إثارة لفحوى ما قيل أنه انقلاب. إذن أستاذ محمد، هل حقا وقع انقلاب في تونس ما بعد الثورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو باش نقوله أنه وقع انقلاب في تونس ما بعد الثورة هو عبارة عن حديث فقط، ليس إلا، باعتبار وأن ما بعد الثورة وقعت انتخابات. هذه الانتخابات انتخابات نزيهة ونزيهة جدا، وأقول أنها نزيهة باعتباري يعني كنت عملت مراقب للانتخابات في الفترة هذيك، وعينت بنفسي نزاهة الانتخابات، وما لمسته من هبة المواطن التونسي تقريب من 5 متاع الصباح شادين الصف باش يقوموا بالانتخابات هذيك دون تأثير من أي طرف مهما كان. ومن يشكك في مصداقية هذه الانتخابات أنا شخصيا معناتها ما نسمعوش. بالنسبة للانقلاب، ما وقعش انقلاب في تونس ما بعد الثورة، خاصة لأنه السلطة المنتخبة المتمثلة في الترويكا حاليا موجودة في الحكم وقاعدة تخدم. المعارضة ما عجبهاش مردود الترويكا أو الحزب الحاكم نظرا للإخلالات اللي قام بها، وقامت بالفعل، لأنه لا يخلو إنسان من أن يقوم بأخطاء، قامت بإخلالات حقيقة. ولكن باش وقع انقلاب حقيقي له ما وقعش، خاصة احنا توا ايش نلبسوا؟ نلبسوا السلطة الحاكمة موجودة في الحكم تمارس في الحكم في نظام الحكم نتاعها، والمعارضة في حوار الآن، قاعد حوار يعني بتدخل رباعي، يعني فما مفاوضات لوجود حل أو لحلت هذه الأزمة اللي موجودة في تونس، من وكذلك للخروج بهذا من هذا المأزق أو المستنقع اللي وقعنا فيه. وبالتالي باش نقولوا ثم انقلاب في تونس، راهو ما فماش انقلاب في تونس طالما، ونزيد نعاود، كونه الحزب الحاكم يحكم والمعارضة موجودة، وطالما أنه موجودين على مائدة الحوار فدائما الحل يعني موجود في بين لحظة وأخرى، وبالتالي مش يكون هناك حل توافقي أكيد أنه لابد أن يرضي جميع الأطراف وللخروج من هذه الأزمة، وبالتالي ما ثماش مفهوم الانقلاب لهنا، ما هوش وارد. نفس السؤال طرحته الزميلة شيماء الوسلاتي على المدون ياسين العياري، خلينا نستمع الإجابة متاعه ثم نعود روبورتاج ثم نعود. تتالت الانقلابات لأنه الثورة الاجتماعية يخافوا منها الجميع، لأنها لا تكتفي من تنحي رئيس أو تنحي نظام حكم، بل هي تكسر نظام كامل، نظام اقتصادي فيه العديد من المستفيدين، فيه طبقات مستفيدة، فيه دوائر خارجية مستفيدة، يعني وهذا يكون خطير جدا حتى على المنطقة الكل. الانقلابات بدأت بالأول انقلاب التجمع، مثلا رفع يده من بن علي ظنا منه أن بن علي هو حجر في طريقه، فإزاحة بن علي قد تنفعه. نعطيك رقم على حد معلوماتي، سيدي بوزيد وحدها في 620 شعبة دستورية، لو كان كل شعبة دستورية خارج زوز من الناس، هذم 1200 شخص يكسروا أي تحرك في الليمات الأولى. لما الاجتماع الشهير اللي صار في سوسة بين رجال أعمال قالوا يزي من بن علي ونشوفوا نعاونوا الناس خل تخرجوا خل ناخذوا احنا الحكم. ثم حتى حديث على انه طرابلسيه قالوا نرتاحهم بن علي ونحطوا ليله طول. لكن الانقلاب الاوضح سيما هو مربوط بالاجتماع اللي صار بين مروان مبروك كمال طيف بن علي والسرياطي. الاجتماع هذا فضحته وحكيت على تفاصيله الصحافة الفرنسوية أيامات بعد ما هرب بن علي. المخابرات الفرنسوية أعلمت
مرة مبروك، اللي هناك خائن في الحرس الرئاسي وكلفته بتبليغ الرسالة لبن علي. لا نعمل سؤال، شنو علاقة مرة مبروك بالمخابرات الفرنسية؟ اش قاعد يعمل السيد هذا؟ ما قفلتوش المصالح الأمنية ومكافحة التجسس؟ السيد هذا عنده علاقات من المخابرات الفرنسية، اش قاعد يعمل في تونس؟ وين الأمن؟ وين السيادة الوطنية؟ بنى صيفة يا أخي، علاش ما تبلغش المخابرات الفرنسية تبلغ المخابرات التونسية أو حاجة هكا؟ شنو هو دور مروان مبروك وغيره؟ نجم نحل قوس آخر، سليم شيبوب كان يحضر كل الاجتماعات التنسيقية بين المخابرات التونسية والمخابرات الفرنسية، كان هو حاضر. فهذه أسئلة نغتنم الفرصة باش نطرحها. على السيد مروان مبروك اليوم سيف في البلاد رغم علاقته البينة بالمخابرات الفرنسية، وأي دور يلعب فيه اليوم عن طريق المخابرات الفرنسية. على كل الرسالة وصلت لبن علي اللي هناك خائن في الحرس الرئاسي سيسعى لاغتيال بن علي. إذا نجم نسأله كمال الطيف شو يعمل في الاجتماع هذا، رغم أنه كان متعارك مع بن علي من اللي عرس بليلة. الاجتماع معناها الصحافه الفرنسيه اللي خرجته، اللي كمال طيف هو كان وراء تنحيه الحاج قاسم وعده تعيينات اخرى. وبن علي سمع كلامه، حتى الخطاب نتاع بن علي نتاع فهمتكم في مقترحات من كمال طيف. على كل المعلومه دي لما وصلت بدلت سير الامور. وهم من يعتقد انه بن علي ركب في الطياره وهرب على خاطر المظاهره نتاع 14 جانفي. اذا باش نحكيو بالواقع عن 14 جانفي، البوليس ربح، فاز، فرق الناس، طرف جاز وشوفات المظاهرة. بن علي ليش ركب في الطيارة؟ دبر عليه علي السرياطي، لأنه لو ما كانش علي السرياطي ما ركبش بن علي في الطيارة. نكون واضحين مع بعضنا، الروح في بلداننا رخيصة، المواطن يسوى أقل من سومة كرتوشة اللي يقتل بها. ما صار هو أنه نهار 14 تخلطت الأمور، فعلي السرياطي دبر عليه قال له اطلع في الطياره، امشي لجده، تحكم في البلاد من الطياره، ما يسمع حتى حد انت في الطياره، هاك في امان على الاقل، خلي الوقت اللي نحاول نكتشف شكون هالخاين اللي في الحرس الرئاسي. من غير ما ندخل في عادي التفاصيل، هكذا صارت الامور. وركب بن علي في الطياره على اساس تقعد معلومه سريه، يسير البلاد من السماء حتى يتضح الخيط الاسود من الخيط الابيض. لما طلع بن علي في الطياره خرجت المعلومه اللي هو هرب، يعني انه هو لم يهرب، وتم القاء القبض على علي السرياطي في المطار، اللي قلب المعادله وانقلب على حول وجهه اليسار. هو الحرس الرئاسي شيك سالم لما جاء بقوه السلاح وتهديد السلاح المبزع وبقيه الجوقه، صارت المسرحيه اللي نعرفوها. المسرحيه دي كانت هي الانقلاب الاول، لانها أخمدت الحراك الاجتماعي، حماية النظام. يعني أنا ارتحنا من رأس النظام، لكن حماية النظام وقعد النظام واقف. إذن أعزائنا المشاهدين، كانت هذه المداخلة الأولى للمدون ياسين العياري اليوم في حلقة متابعة عن قرب. نعود لاستكمال حديثنا مع ضيفنا اليوم الأستاذ محمد الفقير. أستاذ محمد، الناس الكل تويك الشارع التونسي يسمع بكلمة انقلاب، كلمة متداولة برشا خاصة بعد اللي وقع في مصر، لكن المواطن التونسي البسيط يغيب عليه المفهوم هذايا. كان تعطينا مفهوم مبسط لكلمة انقلاب؟ بالنسبة للمفهوم المبسط لكلمة انقلاب باش توصل حتى للمواطن البسيط، الانقلاب راهي عادة يقوم به العسكر، يجيبوا يستعملوا العتاد، الأسلحة والدبابات والأفراد، ويقومون بقلب نظام الحكم ويحتلون الإذاعات والمؤسسات الحيوية للدولة ويصدرون بيانات. يجيوا فجأة في التلفزيون يجيوا علينا قلنا احنا رانا مش نقلبوا نظام الحكم، بيان رقم واحد، بيان رقم اثنين، ويعطيونا الأسباب اللي خلات علاش قلبنا نظام الحكم. وثم زاد انقلاب اللي كما عرفناه احنا في تونس عام 87، وهو الانقلاب الابيض كنا بيلون فرونسي باللغه الفرنسيه لو كوديتا. الانقلاب الابيذ هو من غير اراقه دماء، من غير مشاكل، معناتها يقع قلب نظام الحكم بهدوء، وبالتالي يطلع خاصه هذا ويتطلع بموافقه شعبيه ومباركه شعبيه، خاصه لانه من كان يحكم يكون ديكتاتور او يكون الشعب فد منه وما عادش عينه به، تقع انقلاب وما تكونش وراها هبه شعبيه، يعني بالعكس تكون هناك مباركه شعبيه كما وقع للمخلوع وقت عام 87. هذا تقريب في خلاصه مفهوم الانقلاب.
أستاذ محمد، هل يمكن اعتبار ما وقع في تونس يوم 14 جانفي ثورة أم انقلاب على المخلوع؟ بالنسبة للسؤال هذا هو يحير حقيقة، لأنه هو ثورة، خلينا نكون واقعيين، لأنه الهبة كانت عفوية وشعبية. ولكن ما وراء الثورة، إذا كان احنا مش نحلوا ما وراء الثورة، هناك أطراف دفعت إلى القيام بهذه الثورة لها غايات أو إيديولوجيات معينة، لأنه ليست من الصدف أن ما يقع في تونس يقع في مصر، يقع في ليبيا، يقع في سوريا كما نشاهده الآن، وفي اليمن. وبالتالي هي ثورة المواطن التونسي حقيقة خرج من أجل تغيير أو قلب نظام الحكم، لأنه كنا نعلم أنه وصل بالمواطن التونسي إلى وصل به الأمر إلى غاية سي معناتها بصفة بين قوسين فدينا من الوضع اللي احنا الكارثي اللي نعيشه فيه بين الطرابلسية وبين آل بن علي، فهمتني ولا؟ هذوك مش محتلين سوسة والساحل كامل، وهذوما محتلين تونس وباقي المدن. وبالتالي المواطن البسيط قعد بقي يتأوه أو يئن من 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 هذه التجاوزات. وبالتالي باش نقولوا في تونس، هما يمكن هناك ازدواجية بين الثورة والانقلاب. الانقلاب في الاقصر وقع على زين العابدين بن علي وبعثوه، فهمتني ولا؟ اما الثورة فكانت عفوية وهبت بتلقائية، خلات في كافة بدليل في كافة انحاء الجمهورية. الا انه هناك ما يغيب عن المواطن التونسي او ممكن البسيط، ما يغيب على ان لهذه الثورة هناك ايادي، عبارة كأنه احنا مش نشعله هكا طرف نار، لكن هناك من يشكون قاعد يجي في الحطب وزاد معش ولات نار، ولات عبارة عن الكثير من النار. نجيو لما بعد الثورة، كثر الحديث عن وجود أيادي خفية، عن وجود سيناريو خفي لانقلاب قاعد صاير في البلاد، وبرشا ناس حكت عليه، ممكن الإعلام ما سلطش عليه الضوء برشا. شنية مسوغات لو فرضنا أنه صار انقلاب في تونس ما بعد الثورة، شنية مسوغات الانقلاب هذا يا أستاذ محمد؟ هو قد يكون ما نقولوش وقع انقلاب أو محاولة، نقوله هناك محاولات حقيقة للانقلاب، لانه اذا كان مش نقولوا قاع انقلاب رانا ما احناش نشوفوا في الترويكا تحكم تو. شنو اللي يدل على هذا يعني؟ هناك محاولات. والله شوف، احنا انا اوتون كرجل قانون مش نكون نزيه حتى في الاجابه على هذا السؤال، باش نقول اذا كان انا مثلا مش ندخل على مواقع الفيسبوك او باش نشوف مش نلقى اخبار، مانيش مش نصدقها الكل، لانه احنا نمشيو بالدليل والحجه. ولكن هناك مثلا هناك من يتمنى الانقلاب، هذه حقيقة، وهناك من يتمنى للترويكا بأن تزاح كلها، فهمتني، ويعاودوا نظام حكم يمكن يمشي على مقاس البعض من السياسيين، فهمتني؟ ماذا بهم هالانقلاب هذا يقع؟ لكن المحاولات موجودة واقع، ولكن هناك فشل في هذه المحاولات الانقلاب، المحاولات التي تريد الانقلاب، كما هو احنا كنشوفوا ثم اغتيالات سياسية، هذا يدل على انقلاب. خلينا كي نقولوا انقلاب استاذ محمد نحدد هنا، هناك محاولة للانقلاب على المرحلة التأسيسية وعلى الحكم الانتقالي، المحاولات كل تصب في النهج هذايا. اكيد احنا كنشوفوا توا يعني الاعضاء المنسحبين من المجلس التأسيسي اللي انسحبوا، هو انا في رايي كرجل قانون انه مش نجيو نقولوا هذوما ناس جابتهم الشرعية وجابهم الصندوق، خلينا نكونوا واقعيين، جابهم الصندوق غدوة ما فما فئة معينة ما يعجبهاش الشرعية، مش تقول ديجاج، لأنه كلمة ديجاج سهلت في تونس، مش نقول لهم ديجاج، بهم شاو هما جاو غيرهم، ولو جاو مثلا من الطرف المقابل يقومون زادة اللي قلنا لهم ديجاج يعملون تجمع كبير ويقولون زادة أنتم ديجاج ما ساعدناش، لهنا ما عادش باش نوليو، مش نوليو في فوضى خلاقة، مش نكونوا في مسار انتقالي أو مسار ديمقراطي انتقالي يهز البلاد هذه للمسار الصحيح أو للطريق الصحيح. نحن من المفروض أنه زادة كي نسمعوا، أنا سمعت ومن لا أجزم ولا أتهم أحدا بأن هناك أموالا تم ضخها في بنوك النواب المنتخبين في المجلس التأسيسي والمنسحبين، أنا سمعت وقريت. إذا هناك أيضا حديث متداول عن تحويلات بنكية لمفتي الجمهورية وقتها وللأعضاء للنواب المنسحبين. شو هو مما لا شك فيه، راهي تونس
تعيش تحت وطأة الاستخبارات الأجنبية وتحت وطأة البلدان التي تغير أو تغار على من هذا تغار من هذا البلد، تغار لأنه رغم صغره وفقره إلا أنه استطاع أن تكون تونس سباقة على كل الدول في من ناحية من جميع من على جميع المستويات. وبالتالي يعني إذا كانت تلقى أيادي أجنبية عربية تريد الإطاحة بالأنظمة الموجودة في تونس أو تريد أن تنحرف بالبلاد في مسار أو مستنقع الفتنة أو الحروب الطائفية إن صح التعبير، فنلقاه يا خيبة المسعى إذا كان يكون نائب المجلس التأسيسي المواطنين أعطوا فيهم الثقة متاعهم وحطوه باش يبلغ الصوت متاعهم، فهمتني؟ ولا نلقوه ياخو في الفلوس. وانا ما نستغربش في حاجه، علاش ما نستغربش ونقولها ونتحمل مسؤوليتي؟ انا اللي فات نلقى نايب من المجلس من مثلا من حزب الرفاه التونسي، جاني نايب حزبي، معناتها طلعنا مع بعضنا وكان يحمل نفس المبادئ اللي نادى بها حزب الرفاه التونسي، غدوه نلقاه في المجلس التاسيسي، بعد اللي نلقاه في حزب واحد اخر، شنو غير المبادئ نتاعو؟ زعما العباد ما تفهمش ان هو هذاك راه خذا فلوس من حزب الفلاني والحزب الفلاني باش تنقل، تنلقاو بعض النواب تنقلوا على ثلاث احزاب. هذا اذا كان هالطمع هذايا او الطمع او الجشع مش السياسي، يعني جشع مالي، لانه هذه ناس انسلخت على المبادئ نتاعها وانسلخت وبعدت على افكارها ومبادئها ومشات الاحزاب اخرى، تنقلت تتنقل كالفراشه من زهره الى زهره. الغايه مش راهو مصلحه تونس راهو ما نكون ولا نحبوا هالبلاد هذه، لا، المصلحه قداش يلزمو يعبي ويحط في الكونت نتاعو على خاطره عارف كونه هذه مرحله انتقاليه، ويحلم لو كان مازال يشد منصب واحد اخر. وكلنا نعرفوا المهازله التي تحدث في المجلس التاسيسي من اغلبيه نقول النواب اللي موجودين بالمجلس التأسيسي واللي انحرفوا على المسار. احنا حطيناهم باش يعملوا الدستور ولو يناقشونا في امور تافهه ما تهمناش، وباش يغلقوا هالعامين زيد اعطف انه يزيدوا يحبوا يكونوا ياخذوا التقاعد نتاعهم في استاذ محمد، الرغبه هذه في تعطيل الحكم، مسار الحكم الانتقالي والفتره الانتقاليه هذه ما شفناهاش كان من الاطراف الداخليه، هناك ايضا كانت مباركه من اطراف خارجيه، والدليل وجود وتواجد مؤخرا بعض السياسيين والوجوه الفرنسيه في ساحه باردو لتنادي معناها بحل المجلس التأسيسي، ما تراش اللي فيه تدخل خارجي في الشأن الوطني نتاعنا. إذا كان نلقاو نواب فرنسيين يجيوا يساندوا النواب المنسحبين، هذا مش حب في تونس ولا حب في النواب ولا مساندة، تراه يمشي شي نايب منهم يمشي يعمل مساندة للنواب الفرنسيين، ولا يحاول يفكر يدخل لفرنسا ولا يعمل البلبلة في فرنسا، يحاول فيهم واحد يفكر يمشي الغالي تو يقبلوه ومرحبا بيك وتفضل. لكن احنا مثالش الزربية مفروشت لهم وينجموا يدخلوا ويعني يعملوا ويمروا أفكارهم ويمروا مخابراتهم وينجموا يمروا أي حاجة موجودة في تونس. شنو هي الأجندات الخفية اللي وراء هذايا؟ والله شوف، إذا كان من الغباء أنه نعتقد كون البلدان الغربية تحب تنشر الديمقراطية ونكونوا ديمقراطيين هكا ونكونوا احنا نعيشوا في رفاهية ولبس علينا وهانوا تهنوا علينا يا برا هانوا تهنين عليكم ربي يعاونكم تصبحوا على خير، لا، من الغباء. يعني راهو وجود الفوضى، انت شوف البلدان العربية هي البلد العربي اللي يعيش اون بي، اللي يعيش في سلم، الا هم الملوك هذوك هم اللي قاعدين يعيشوا كما يعني في طمأنينة حتى يأتي ما يخالف ذلك زاد. أما حاليا البلدان الأخرى كلها تعيش في مستنقع الحرب، يعني في مستنقع الفتنة، في مستنقع المشاكل الاقتصادية اللي قاعدة تتفاقم يوم بعد يوم. وكان من المفروض على النواب المنسحبين يا أخويا يفكرون في المجال الاقتصادي يضغطوا، مش يضغطوا بالطريقة هذه يا أخويا، كمل الدستور، أنت أضغط كمل الدستور إزرب، تو ما عادش يبقى مجال للترويكا باش تتواصل في الحكم ويعطيونا سقف للانتخابات قريب، وبالتالي هذه مرحلة انتقالية وتوفى على روح. التدخل الأجنبي هذايا في الشأن الوطني والرغبة في بث البلبلة على الساحة الوطنية من أيادي خارجية كان بمساندة أطراف داخلية، شنجم تقول لنا عليها الأطراف الداخلية هذه شكونها؟
شوف، هو راهو مش الكل يحب تونس، ولا كلهم وطنيين، ولا كلهم هكا ماذا بيهم تونس. حتى نحكي على اولاد البلاد، راهو مش راهو كلهم وطنيين ويحبوا تونس ويغيروا على تونس ويبكيوا بالدم على تونس. راهو ثم ناس لو كان تلقى العلم تبيعه، راهو عندهم عادي جدا. يعني انت فلسطين نشوفها اقرب حاجه اللي احنا نتعاطف معها. فلسطين شكون اللي خلى اسرائيل تتغلغل في فلسطين يا اخي؟ قوه اسرائيل؟ لا، راهو العملاء الفلسطينيين اللي موجودين في فلسطين، داخل فلسطينيين. تو احنا في تونس هكاك، راهو نفس الشيء. احنا ثم توانسه اعطيهم كيف يعبيوا الكونت نتاعهم بالفلوس ومعناتها ويكونوا مرتاحين على حساب غيرهم، ما يقلقهمش. وبالتالي لهنا راهو نحن نعيش في ازمه وطنيه، لانه ما رضعوناش الوطنيه من الصغر، ما علموناش كيفاش نحبوا الوطن. راهو انت شوف مثلا بعض البلدان العربيه، وقت اللي تذكر له بلاده يبكي، وقت اللي تشوفه مثلا حتى في بارتي كوره، وقت اللي تشوف النشيد الوطني كي تشوفه معناتها عباره مش يبكي. في ناس علموا الوطنيه، احنا لهنا مع المناش الوطنيه، مع المناش نحبوا بلادنا، مع المناش كيفاش نحبوها الوطن هذايا، واللي احنا قدامه هو لا نهتم بفلوس، لا نهتم بمركز، لا نهتم بجاه، لا نهتم بحد شيء، نهتم بمصلحه تونس وبس، لانه ما يعوزنا هو الدروس في الوطنيه ليس الا. نرجع لسؤالنا استاذ محمد، نرجع لسؤالي، شكون هي الاطراف الداخليه اللي وراء واقفه وراء محاوله الانقلاب هذه؟ شوف، انا مانيش باش نعطيك بالتحديد، ولكن هناك مؤشرات. مؤشرات هناك قد يقرأ مثلا فرنسا، شكون هما حلفائها؟ مثلا نقول، خليني نقول حلفائها من الاحزاب. فرنسا شكون تحب؟ شكون اصدقاء فرنسا؟ فهذوما هما. شكون اصدقاء بعض البلدان اللي مثلا خليني نقول حتى الخليجيه، اللي هما تحت وصايه امريكيه؟ لهنا معناتها كاد المريب ان يقول خذوني، من غير ما نقعد وندخلوا في التفاصيل وندخلوا في الوطن. يحب يعرف التفاصيل هذه. والله قد يكون التاريخ سيبرز ذلك، وهو التاريخ ما يرحمهمش. اذا خلينا نتعداو للمحور الموالي، وهو تفاصيل محاوله الانقلاب هذه، وما عرف بالانقلاب حاليا على المرحله التاسيسيه وعلى الحكم الانتقالي. إذا من هي الجهة التي تقف وراء الانقلاب؟ هل هو طرف سياسي أم عسكري أم الاثنين معا؟ من هي الأطراف الداخلية التي تقف وراءه؟ وهل هناك أطراف خارجية؟ كيف تم التفطن إلى هذا الانقلاب؟ وهل تم إحباطه؟ وكيف؟ كل هذه التساؤلات طرحتها زميلة شيمة الوسلاتي على المدون ياسين العياري. نستمع لإجابة ياسين العياري ثم نعود. المعارضة تعاملت باحتقار شديد مع الشارع التونسي منذ حتى 13 جانفي. يعني الشارع يقلب المعادة، والمعارضة ترمي بأطواق النجاة للبن علي. ثم تواصلت، أنا أقول هنا طبقة سياسية قبل نصف المعارضة، لأن حكم المعارضة بعد 23 أكتوبر، ثم عملت كل جهدها باش تحفظ النظام. بعد 23 أكتوبر ولا هناك حاكم ومعارض. في البداية المعارضة لقد تجاوب من الشارع، لأنها كانت تستعمل في شعارات من نوع الحرية، الديمقراطية، حقوق المرأة، حقوق، حريات، نزاهة. لكن الوقت قاعد يمر، والشارع التونسي قاعد يكتشف اللي الشعارات اللي يردوا فيها هم أكثر الناس كفرا بها. يحكي لك عن الحقوق والحريات والعدالة، لكن لما المحاكمة فيها سلفي هو يطالب أنه التنفيذي يضغط على القضاء، هو يطالب لك بعلوية القضاء وحرية الجمعيات، ويطالب بحل رابطة حماية الثورة بقرار سياسي. هو يقول لك حقوق المرأة ومدري شنو، لما تقتل المرأة في بيت نوم بسبعة كراتش لمجرد أن رجلها سلفي هو يصمت ويسكت. هو يحكي لك على يبندر البوليس والامن الجمهوري، درشنوه الامن الجمهوري لما اللي يغتصب في البنات، واللي ما صارش اصلاح في عقيدته. يعني مره تناقض بين ما يدعو اليه شعاراتيا وبين ممارسته الفعليه. يحكي على الديمقراطيه وهو المزمر فيهم، اخر مؤتمر عمله والاخر انتخاب خذاه في وسط حزبه عمره اكثر من 20 عام هو في حزبه، غير قادر انه يعمل التداول السلمي على السلطه. هو يحكي على روحه ديمقراطي لكن يساند في انقلاب عسكري في مصر، ويحكي على حقوق الأقليات وحقوق المرأة وحقوق درشنوة. لما العسكري عافس في نساء في مصر هو يبارك، يعني ورى أنه لا علاقة له بالشعارات التي يرفعها. فبشوية بشوية بدأ يخسر في المصداقية، وبدأت الناس تنفض من حوله.
حتى بالرز بالفاكهه، حتى بفلوس اللومي، حتى بفلوس الامارات، كان غير قادر انه يلم العباد. فلقاه روحه يجني احتقاره للشعب، يجني كذب الكذب نتاعه والتفليم نتاعه، ولقاه روحه معزول شعبيا. فبقات بحاجتين، المسانده الخارجيه والنخبه، نخبوي معناها هي معناها تفليم نخبوي للاعلام، محاوله تسويقه وتصويره رغم كل الاخطاء الحاكمين، وهي لا تحصى ولا تعد، واخطاء رهيبه واخطاء ندفع ثمنها انا وانتي ولدي ولدك. لكن قاعدين اليوم في الحكم وما صالحوش مع الخط الثوري، لانه المعارضه فقدت كل مصداقيه وفقدت كل القدره التعبويه. ولا كيما الضباع، ما تعرف الضباع وقت الشيخ لما يلقى انسان ميت، لما يلقى جثه، هما ولاو يرقصون كالضباع، يرقصون على الجثث، يعمل الأربعينية والخمسينية والاحتفال بالأربعينية، واستشهر يحتاجون إلى ابتزاز عاطفي لأنهم غير قادرين على مخاطبة العقول. يجيني أنا واحد يقول لي أنا سأحقق أهداف الثورة، وذلك علاش أنا في المعارضة؟ يسمحني أحقق أهداف الثورة مع شكون؟ تلقاه راكش مع اللي قامت عليهم الثورة، ويجي يدروش على الشعب يقول أنا لهنا لأهداف الثورة. أنا أهداف الثورة، أنت اللي قامت عليهم الثورة متحالف معاهم وتحب تهمني اللي انت مع الثوره ومع الشعب. يقول لك انا لخاطر الزوايا ولا خاطر كل الفلفل. سامحني، انت هيك متحالف، ولا اللي يخدم بيك هو اكبر انسان فقر الشعب هذا، واكثر انسان يمثل الطبقه اللي استغلت الشعب هذا، على شكون تدروش؟ يقول لك انا مع السياده الوطنيه، خاطر اللي يحكم اليوم هو مش تاع السياده الوطنيه. تلقاه ماشي يجيب لي واحد برلماني من برا، وماشي يتسلسب هكا باش يذل قاتله باش يقابل فرانسوا اولاند وراس ولوطه. معناها اللي قلت لك الشعارات اللي تشدقوا بها الشعب صدقهم، لان كان كلمات رنانه، كانت شعارات مخدومه مليح. لكن الوقت يمر، هما الناس شوف اللي هما ديدنهم النفاق، تلك الشعارات هم اول ناس تكفر بها. فبقات المعارضه التونسيه حالها يسخف، تو اخر طلعوا بها باش يعملوا ضرب جوع بالتناوب، كيك الفروخ الصغار كي يصوم يخيط، هذه هي يعطيني نحكم ولا تو نتغش ما ناكلش اللمجه نتاعي. معنى هذا من وصلت المعارضه التونسيه، وهذا شيء مؤسف، لانها بنفاقها وعدم جديتها واحتقارها للشعب وعدم مصداقيتها وتحالفها مع اعداء الامس اعطت كريدي واعطت قوه للحاكم اليوم، اللي في عوض تكون معارضه معناها اداه للضغط عليهم للمصالحه مع المستقبل، المصالحه مع المدى الثوري، كانت مجرد وجودها بالطريقه هذيك اعطتهم كريدي لانهم يقعدوا، لانه من يحكم من يعارضنا اليوم اثبتوا انهم ليسوا خيرا ممن يحكمون اليوم. يجي يقول لك البلاد ثم فشل، تقول له كيفاش عندكش حلول للفشل؟ لا ما عندوش حلول، اما كان نجيبوا شخصيه مستقله ما يعرفوش شكون، ما يعرفوش برامج تتحل الحلول، ويحبوا الشعب تتحل نحى الفشل. معنى بالنسبه لي الفشل مرهون في الانتماء للنهضه. الناس فهمت وانا حسب رايي هو مشروع انك تجيب شخصيه مستقله ما يعرفها حتى حد الشخصيه، وما يعرفوش عنده حلول كيفاش يواجه الامر، ينتفي الفشل، ويحبوا الشعب يصدقهم. فحاله المعارضه اليوم هي ريتش اليوكنس، فهي قاعده تكنس اليوم، وسترفع حكا بالذات العمليه الاخرى، سترفع وستحط في المزبله بتاع التاريخ، اسوة باللي عام 90 91 92 برروا وبناوا النظام القمعي بتاع بن علي، ومكانهم اليوم معروف في مزبله التاريخ. علمت اني بعد صار في مصر الحكومه الالمانيه ضغطت مش على التوانسه، لكن ضغطت على الحكومه الفرنسيه بلغه اخرى، ما صار في مصر لن تسمح المانيا انه يصير في تونس، ولم نبهت على فرنسا او حاولت تكبس على فرنسا، ركح اللعب وشد اولادك ايزي. وهذا ترجم ببعض المواقف نتاع اللي كانوا يناديوا بحل مجلس تاسيسي، ولا قالوا لا احنا ما ناديناش، والتهت اللي صارت من سمير بن الطيب، وبعض الفقاعات الاعلاميه من في ناحيه التهت. لكن المبادره الالمانيه تفاصيلها لا اعلمها، ايش صار فيها لا اعلم، نتائجها لا اعلم. كل ما اعلم انه هذا الضغط كان حقيقي وموجود، وكان خاصه على التنفيذ الفرنسي باش يخف الضغط في تونس، لانه نحب ولا نكره هناك ارتباط عضوي بين بعض النخب التونسيه وبين المستعمر القديم، ثم هي نخب كولونياليه تدين بالولاء، معنى احفاد الصبيحيه تدين بالولاء للمشروع استعماري فرنسي،
موجودة وارتباطاتها ما تنجمش تخفيها ولا تحاول حتى أن تخفيها. لما من المحزنات معناها المبكيات أنه علي البلهوان 9 أفريل كانت رافعة شعار برلمان تونسي، اليوم يلقاو شكون من المعارضة يجيب شكون من برلمان فرنسي لإسقاط أول برلمان تونسي. يعني شيء محزن ومؤسف، وهم عايشين اللحظة طبعا في السلطة، لكن ينساو أنه التاريخ لا يرحم، وأنه سيف التاريخ سيسلط على رقابهم وسيكونون معنا في أزبل مآزل للتاريخ. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه قراءة المدون ياسين العياري لتفاصيل الانقلاب على الفترة الانتقالية وعلى الحكم الانتقالي. نكمل حديثنا مع ضيفنا فيما يخص مؤشرات وتفاصيل الانقلاب. أستاذ محمد، لاحظنا في الفترة الأخيرة تونس عانت من برشا أحداث متوالية، أحداث اللي هزت الساحة الوطنية، من اغتيالات سياسية، من أحداث الشعامبي، من محاولة لإدخال البلاد في فوضى، اعتصامات، اعتصام الرحيل، اعتصام القصبة، دعوات بعض النواب المنصحبين لإضراب جوع من أجل حل الحكومة ومن أجل حل تأسيسي. ما تراش في هذا كل مؤشرات واضحة لانقلاب في تونس ما بعد الثورة؟ هي صحيح قد تكون مؤشرات، حتى هالمؤشرات هذه أنا مش نزيد نضيف على ما قلت، إنه هالمؤشرات هذه بدأت من حشد اللي بداوا يحرقوا في الاولياء الصالحين، اللي يحرقوا في المصاحف ويرموا فيها هذا في تونس لان عمرها ما وقعت، ويرموا فيها في دورات المياه. من المتسبب في اخراج بعد الثوره جميع المساجين من كافه تراب الجمهوريه من السجون؟ من المتسبب في ذلك؟ يعني اذا كان مش نشوفوا اللي كان يقولوا ياسين العياري العفو، في أنه هناك بالفعل مستفيدين من وجود البلاد في فوضى، لأنهم المستفيدين لابد أنهم يخليوا البلاد تكون تعيش في مستنقع المشاكل الاجتماعية، لأنه حتى ما يتحاسبوش. بالتالي يعني النظام الاقتصادي في تونس أفرز رؤوس أموال ذات أموال طائلة وطائلة جدا، ما يلزمهاش الأموال نتاعها هذيك تتمس، وبالتالي حتى هل المنظومة هذه الكلها أخذت منحة في تواجد تونس في مرحلة صعيبة ياسر وفي مشاكل دورية، معناتها نقوم من كارثة نلقاو كارثة، نرتاحوا من كارثة تجي كارثة، وكأنه هالتوارد في الكوارث أو المشاكل الاجتماعية اللي قاعدة تصير لإلهاء الشعب عن ما يقع في على المستوى الناس اللي تعيش في برجها العاجز، على المستوى السياسي أو على المستوى حتى الاقتصادي من رجالات أعمال. كلنا نعرف شكون هما وشكون هما وراها، بدون ذكر أسماء، شكون هما اللي وراها الأحداث هذه. وبالتالي احنا كقتلي نحكيه على حكومة الظل، راهو هذا موجود في كل دولة، لا ما ننفيوش، احنا نلقاو حكومة تحكم أو موجودة وراء الساسة أو رجال السياسة، وهذا ما يسمى بالدولة العميقة، سميها ما شئت، ولكن لا مناص ولا هروب من أنه هناك رجال يعني ما يظهروش في الصورة، هما من لهم المصلحة في دفع أو لي الأذرع أو ليزابوي، يعني كما نقولوا باش أنت تسقط أنت كذا. وبالتالي احنا نشوفوا توا الترويكا وصلت إلى مستوى في ورغم أنها سلطة شرعية، سلطة جابها الصندوق، إلا أنه وصلت إلى مستوى الرضوخ، يعني أنك تعمل هذا أو يعني تغادر، وبالتالي أو ننقلب عليك، وهذا الانقلاب الذي تتحدثين عنه. وبالتالي أنا أقول أنه كان على المعارضة، وهذا والله قلت قبل لا يقع حتى شيء في ممكن
في صبرا اف ام ذكرت لهم قلت لهم كان على احنا كاحزاب معارضه وبين قوسين كنكون احنا راهو ما فماش احنا مثلا كحزب الرفاهه وبعض الاحزاب اخرى الدوله خليني نعرج لهنا في 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 تدخلي الحكومه مشكوره يعني رئيس الحكومه يعطيك مش تعمل رخصه يعطيك خذ ما يقلقش روحه اما باش يعبرك كفكر ولا يعبرك كحزب ولا يقول لك اجي نشاورك ولا يبعث لك استدعاء ولا رئيس الجمهوريه يعبر الاحزاب الصغيره راهي تونس ترضخ تحت خمسه او سته احزاب معروفين هذوكم اللي عندهم الماده وذوكم اللي عندهم الجاه وذوكم اللي عندهم السلطان وهذوكم ما تنجمش تناقش فيهم وذوكم ما تنجمش تمسهم وذوكم راهو الاحزاب هذوكم هما اللي غدوه يمثلوا مستقبل الاحزاب اوركو هذا نداء نقولوا انه راهو حتى احنا عندنا فكر وحتى احنا حزب الرفاه عنده طرح وعنده ما يقول ورانا نحن الكلنا دي كادر من محامين ومن مثقفين الكلنا رانا نجموا نفيدوا البلاد راهو ما تقسيوش الاحزاب اللي قالت احنا ما عملنا حزب رانا مش باش نكونوا في الصوره هنا عندنا لا لا راهو باش نفيدوا البلاد دونك كي نفيدوا البلاد ماذا بينا تشاركونا باش نكونوا احنا الفاعلين راهو خليني نقولها يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر انه الغرور ما يمكنهمش ما يقولوش احنا رانا عندنا تاريخ في القدا احنا عندنا افكار زاد وعندنا لهنا ورانا التوانسه ومنفيدوا البلاد لان نفيدوا البلاد من غير طمع استاذ محمد ما تلاحظتش اللي تم استعمال العديد من الورقات لمحاوله اثاره البلبل لمحاوله خلق عدم توازن مستمر في البلاد من بين الورقات هذه ورقه المراه حريه المراه ورقه الاقتصاد اللي هو تويك متازم واللي حتى معناها الاعتصام زاد أزمت فيه اللي قاعد صاير في البلاد زاد يخلي الوضع يمشي نحو الكارثي ولو أنه هو تويكا معناها حدث ولا حرج وأخيرا الورقة الرياضية اللي يحبوا معناها اللي هناك رغبة في إدخالها في متاهات سياسية لأغراض سياسية لأغراض حزبية شنو نجم تقول لنا في الصدد هذا؟ والله ثم لوبي قوي في تونس يخدم على روحه أنقول لك بكل صدق لوبي قوي وقوي جدا القى الناس ضعاف ما همش وطنيين القى تيران فارغ القى معناتها استطاع ان يشتري الذمم فهاللوبي هذايا بطبيعته فهمتني ولا يهمه انه اي ماكينه يحب يحركها في تونس تتحرك اي 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 مش حب يوصل لاي مسؤول يوصل معناتها هذا ما نطعنش في الكل راه ثم مسؤولين نزهاء فما مسؤولين في المستوى فما مسؤولين وطنيين فما مسؤولين يعني يقدموا رواحهم فداء للوطن لكن مش الكل وهذا هذا المعارض. يقال ان الاموال التي صرفت على محاوله تنفيذ الانقلاب في تونس ما بعد الثوره اكثر من اللي صرفت في مصر حاليا والله يمكن هذا شيء اكيد انت تشوف تشوف فيه قدام عينيك الشيء معناتها موجود في تونس من الاموال اللي وقع ضخها من بعد الثوره لو كان وقعت تخزينها في البنك المركزي رانا توا احنا ما عندناش لا ازمه ماليه وما عندنا حتى مشكل مادي لانه تحس كونه حتى خليني نقول الازمه اللي قاعدين نعيشوا فيها توا الماديه الخانقه في تونس سببها الافراد سببها الموجودين ونقولها صراحه يعني الحزب الحاكم اللي هو يمثل الاغلبيه حركه النهضه لو كان دخلت من اللول وهذا الناس الكل قالته مش راني جبت جديد لو كان دخلت اللول في المحاسبه يا اخويا مش لازم ننتقم منك انا حتى لو كان تجمعي ثم عندنا تحريك الجهاز القضائي نكون انا نزيه اخويا عندك ملفات هز للقضاء خلي القضاء يفصل يعني انا نخرج ما نجيش مثلا كيما وزير العدل يجي نحي لي 21 قاضي يخليهم كلهم يترعشوا تحت يديه هذا انا كمحامي وكرجل قانون نقول نحب تخليهم ابوي البقيه تحتك انت وقت اللي كوزير عدل مش جيت تعزل يا ولدي حط على القضاء حط للقضاء انا واحد من الناس دخلت ونقولها تحب تعديوها عدوها تحب انا بالنسبه لي دخلت مع قاضي نحى من وزاره العدل دخلت في حاكم تحقيق في المهديه دخلت نلقى اتهام مقابله انكار انا لتو نستغرب علاش نحى السيد هذايا هو موجود تو في داره معناتها مش يخدم يعني شفت الملف حقيقه وقت اللي انا كمحامي نعرف شكون من المفروض كان يعدم وهنا يجي دور العداله الانتقاليه في تحقيق في 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 المحاسبه في تنظيف المؤسسات وفي في في تنظيف المؤسسه القضائيه على وجه الخصوص العداله الانتقاليه اين العداله وهي تصدق عليها في مجلس تاسيسي والعدالة الانتقالية شكون مش يفهمها لك في المجلس التأسيسي؟ شكون محطوط في المجلس التأسيسي سامحني؟ شكون مش يفهمها؟
انت كي مش تمرر قانون نص قانوني، لا مش تمروا على النواب، شكون هما النواب؟ وسامحني نقولها مسؤوليه، هي محامين ومش فاهمه فيش تعمل، فما مالك بالبقيه؟ انا من المفروض هو شيء هذه هي من مهازل الديمقراطيه المجلس التاسيسي، انا نشوفه صراحه حقيقه، وكان من المفروض، هذا مش كلامي انا، المفروض يعني المجلس التاسيسي تخدموا الاختصاصيين نتاعو، تخدموا ناسه، صدقني نقولها من غير، انا ما نجمش نخدم مجلس تاسيسي، انا محامي يمكن تفوتني اشياء ما نجمش نكون في المجلس التاسيسي، لانه عنده اختصاصيين ناسه اللي يلزمهم تكون غادي ومعروفين في تونس ونزهاء ويجيو يعملوا لنا دستور، لكن هذه هي المهازل لا غالب ديمقراطية. خلينا نقدموا بالحوار أستاذ محمد فقي، ماذا عن تطويق المؤسسة العسكرية للمجلس التأسيسي قبل حادثة الشعامبي في ساعة متأخرة من الليل؟ وكان هذا رسالة واضحة من المؤسسة لهذه الأطراف الخفية، كان جوابا لاذعا وغير منتظر، ما يؤكد أن المؤسسة العسكرية ما زالت محافظة على دورها في حماية المؤسسات الانتقالية والمؤسسات الرمز كما المجلس التأسيسي. حين ذلك وكان الرد يوم غد، صارت تمت أحداث الشعامبي وصار الرد، كان الرد عنيف وعنيف وخرصنا في عدة شهداء من جنودنا من حماة الوطن، شنو رأيك في الحكاية اللي صارت هذه؟ هو والله والحمد لله ربي حبانا بمؤسسة عسكرية نزيهة ما دخلتش في مستنقع الفتنة، وكانت مهامها هي حماية المواطن التونسي والمؤسسات التونسية، وقد يكون العمود الفقري متاعنا هي المؤسسة العسكرية التي نأت بنفسها وجعلت نفسها في يعني وخلت المؤسسة العسكرية نفسها بعيدة عن المشاكل هذه، وكانت تمارس سلطة الرقيب على كل ما يحدث دون تدخل. لكن كما نرجع لك راهو لللوبي القوي يتجاوز حتى المؤسسة العسكرية التي لا يمكنها أن تفعل في أن المؤسسة العسكرية في تونس راهي بالحق العسكر كان في عهد المخلوع مهمش، حتى الرسك لا ما عندوش، لا ثم جندي ينجم يشد لك، أنا على يقين كونه ممكن بعض الجنود يعدي وعامهم يخدموا في المرمى يرقدوا يمشوا يعملوا ما يترناوش حتى ما يتدربوش حتى على حمل السلاح، وانو يتسمى عدى عام حسب اعتقادي، لأنه الوضع في تونس قبل كان مزري، والمؤسسة العسكرية كانت مهمشة فقط على بعض القيادات الفوق، أما الباقي كل ما أنت عبارة كأنه هانك تمشي للجيش تعدي عامك وتروح لأكثر ولا أقل، يعني ما ثماش أكل كما يقولوا في الكورة القليب، أني أنا ماشي مش نعدي عامي، حب في الوطن هذايا وحب في تونس مش نعدي عامي، غدوة لعل هالدولة هذه أو هالوطن هذايا يستحقني، لأنه لسنا في منأى عن أي مشكل وما احناش بعاد على المشاكل اللي قد تأتينا من أي طرف خارجي مهما كان، وبالتالي لابد أن نكونوا متحذرين. دونك المؤسسة العسكرية الحمد لله كما كنت نقول لك ربي أعطانا مؤسسة ما دخلتش في المستنقع السياسي، ممكن الأمن دخل في المستنقع السياسي، وحشير نفسه كان من المفروض كذلك أن تكون المؤسسة الأمنية بعيدة كل البعد عن السياسة، وتركوا السياسة للسياسيين، إلا أنه ولينا نشوفه بالحق حتى أنه وصلنا المرحلة أنك تجي الأخبار هذه نقابة تقول وهذه نقابة ترد، النقابة هذه ترجع، يعني مهازل ما كناش نعيشوها بصراحة وما هيش موجودة، وكان من المفروض أن نلتفت، كل مؤسسة تلتفت إلى مشاكلها الداخلية، احنا محامين نتلفتوا لمشاكلنا شي يزيدنا وشي ينقصنا، القضاة يتلفتوا لشي نزيدهم لشي ينقصهم للمشاكل متاعهم، يهتموا بمشاكله كل مؤسسة، والاتحاد كيف كيف يلتفت إلى ما له من مشاكل للعمال، وبالتالي احنا نقول لو كل واحد تلفت مش نخليه زادا نقول احنا باهي انت يقول كل واحد يتلفت ايوه نخليه الترويكا تلعب كما تحب، لا مش تلعب كما تحب، كنكونوا احنا كل واحد متلفت المشاكل، وكان هاني عيني تراقب فيك نهار اللي تقوم باي حاجه نتكتلوا الناس الكل ضد كل حزب او كل سلطه مهما كانت نوحه تحب تضر هالبلاد هذية، حتى من الشعب يكون معك كي تبدا في المستوى المطلوب، وكي تبدا انت الحكم نتاعك يكون نزيه على السلطه هذية. نجيو الحاجة أخرى مهمة، الإعلام وما أدرك ما الإعلام، ما تراش اللي التجيش الإعلامي اللي صار واللي قاعد يصير تويكا هو وسيلة أيضا لدعم الانقلاب؟ كنا شفنا معناها السياسيين يستعملوا في منابر إعلامية ويظهروا في منابر إعلامية للدعوة إلى التحريض، إلى حتى شكون اللي دعا إلى حمل السلاح كغيمهم مع السلاح في مؤخرا، هناك ايضا اصحاب مؤسسات اعلاميه كيف يستعملوا في منابرهم الاعلاميه باش يبعثوا ويبثوا رسائل فوضى بين المواطنين،
كيفاش ترى في دور الإعلام هذايا في هذا الكل؟ والله هو دور الاعلام يتلخص في كونه هو اول باب العام الاعلام معذور لانه مش محترف، ما عندناش اعلام محترف، ما عندناش محترفين. احنا عندنا قبل كان اعلام مهمش في عهد زين العابدين، عندنا بعض معروفين، عندنا اعلاميين يمجدوا في السلطه، ما عندكش تمجيد السلطه، عندك برا دبر رزقك منين يجي. دونك بعد الثوره حسب اعتقادك هالاعلام المهمش وهالاعلام الذي كان موالي للسلطه وكان يتمعش من النظام السابق، وجات الثوره كيفاش تحبوا يكون؟ مش يكون ما عندوش حرفيه، مهمش، المهمش زاد يتشرى فاسيلمون بالفلوس، يتجند، يتحيز، يتحزب. دونك لهنا اصبح الاعلام اصبح ماكينه تحرك ضد كل من نريد ان نطيح به. يعني تجيش الاعلام خاصة وإحنا هذا شيء معروف، توا كي نشوفوا الفكر نشوفوا العلمانيين ونشوفوا الإسلاميين، هو صراع علماني إسلامي في تونس. أنت ما نحبكش في الحكم وأنت ما نحبكش في الحكم، وهذا وجه حلها من المفروض كان، وهذاك تونسي وهذاك تونسي كان. يعني إحنا ما إحنا في تونس ما نحبوش كما في حزب الرفاه التونسي، إحنا ما عندناش أكل التعصب الديني. احنا حتى كي نادينا بالزوجة الثانية في وهذا ديما يعلموها علينا، طلبنا احترام الشعب واستفتاء، ما نظرناش للدين. يا خويا نستفتيو الشعب، كان الشعب قال ايه انا ما ايه، قال لا لا ما فيها باس نكونوا هكا لينين، حتى كي باش نطبقوا الاسلام تكون الناس كلها راضيه، ما نجيش نفرض عليك حتى شيء، لانه تونس بلد الحضارات المتعاقبه ومتفتحه الحضارات وعلى المتوسط، ما تنجمش تجي غدوه تحط لي نظام افغاني لهنا، ما انا احنا ما نقبلوش، ما نقبلوش وما نمشوش معاه. نحن تربينا في نظام من عهد البيات الى اليوم، خلينا نقوم باش نمروا بورقيبه وبالفتره نتاع المخلوع، مرينا بانظمه لينه، معناتها احنا بالنسبه لينا راهو ماذا بينا يكون حتى النظام الاسلامي يكون لين، معناتها لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين، احنا حتى ديننا يطبقوا فيه بالغلط، راهو حتى تشوهت صوره الاسلام، ما عادش فما المسلم الحقيقي. ان شاء الله احنا حزب الرفاه التونسي بالحق نعطيه صوره على المسلم للغرب، والله احنا الهدف نتاعنا باش نعطيه للغرب درس في المعنى المسلم الحقيقي. راهو المسلم احنا عنا مش لازمه خمار ويلزمه هرك ويلزمه لحيه، احنا نظام نتاع عقليه وعلم، على الاقل خلينا نتطوروا ونقدموا ونوصلوش المرحله نتاعهم هما في خصوص الناحيه العلميه. اعتصامات، عده اعتصامات، اعتصام الرحيل بباردو، اعتصام القصبه، مؤخرا تصريح خميس قصيله الى النواب المصاحبين، لانه النواب المصاحبين مش يدخلوا في اضراب جوع مفتوح حتى اسقاط الحكومه دعما لما سمي باسبوع الحسم بالقصبه. هذايا مش من مؤشرات زاد الانقلاب على الحكم الانتقالي؟ شوف هنا نجاوبك، كي نشوفوا مثلا كي نقولوا في مصر انه وصلوا الشرعيه اغتصبت، راهو البعد اهل في تونس زاد ما نجمش نقارن النظام المصري بالنظام التونسي، الا انه لهنا ثم بوادر في اغتصاب الشرعيه، يعني نفك لك الحكم ونشد انا في بلاستك. ايش معناتها؟ انت ايش تمثل؟ يندرى تمثل الشعب التونسي؟ لا، النواب المصاحبين يمثلوا الشعب التونسي ولا الترويكا تمثل الشعب التونسي؟ لانه الشعب التونسي موحد الكل في الاخر، ما تمثلنيش كما هي ما تمثلنيش، ما تجيش تغتصب رايي انت وتتكلم باسمي على خاطر اعطاتك مجموعه معينه اعطاتك صوتها حطتك في المجلس التاسيسي اللي هي يمكن راهي فدت منك وكان تلقى كيفاش نحيك. مش جي انت تخلي لي البلاد في فوضى، انا كتونسي ما نحكيش توا في السياسه، نحكي في تونس في فوضى. راهو تونس راهي المنشآت الاقتصاديه والصناعيه نتاعها واقفه، وانت تجي تعمل لي اعتصام وتحب شنوش ما يضرهم في انه هالترويكا وهالمجلس التاسيسي يكملوا هالمرحله. تعاشوا من 56 الى يومنا هذا الاغلبيه نتاعهم واحد صوته ما تسمعوش، تعطيني اصواتهم قبل بالحق راهو شيء وقف المخ. توا ولاو يلعلعوا ولاو مطلعين اصواتهم، الناس الكل زاد على بعضهم بما فيهم الترويكا، حتى حد ما كان موجود ويقول لك انا على الطاوله في الانظمه الديكتاتوريه. خلينا ساكتين، احنا عشنا 23 سنه قهر وظلم واستبداد، ما نجموش نمروا هالفتره هذه قهر وظلم واستبداد من الترويكا. يا اخويا خليهم يقهرونا ويظلمونا ما يسالش، لكن نكملوا هالمرحله هذه في اقرب فرصه،
خلينا نكملوا الانتخابات نتاعنا الرئاسيه والبرلمانيه، وخلينا نكملوا نمروا هذا الدستور فرد مره نرتاحوا منه، ومن بعد احكيه. واللي عنده عصا يلقاها يا اخويا. هذه ناس نشوفهم انا كل واحد عنده اجنده في مخه، وكل واحد قاعد يعني يمرر في افكار غيره. ولا من المفروض انا في المجلس التاسيسي حطني باش نكمل دستور، تكمل دستور انت منشقه وتحب تقلب نظام الحكم، وليت مش معقول. راو بالحق وصلنا الى مرحله كونه لا الواحد ماشي نجم يسكت، ماشي نجم. من المفروض بعض الوجوه السياسيه كانت عندها مواقف متناقضه، مثلا نعطيك من المفارقات في مواقف حمل همامي هو اول من دعا الى حل التاسيسي وتصدى لمساله تنقيح دستور 59، هو ايضا من دعا الى حل الجيش، وهو ايضا من نادى بحل المؤسسه الامنيه وتسليح الشعب، هو ايضا من دعا الى حل التجمع، واليوم نراه اول الحلفاء. تصريحاته بشان اعلان حكومه موازيه، هذا يخلينا نطرح سؤال: الجبهة هل هي جزء من الحل أم طرف في الأزمة؟ والله شوف، بالنسبة للتصريحات المتناقضة راهو بالنسبة للسياسي لا يؤتمن له، بكل صدق، طالما هو يمارس في السياسة يريد الوصول إلى الحكم، كلفه ذلك ما كلفه، حتى ولا وضع يده في يد عدوه، مانيش باش نقول اطراف خارجيه باش توصلوا للحكم، ولكن حتى لو وضع يده في يد عدو كمان هاو نشوفوا فيه توا على الساحه السياسيه قدامنا، اللي كان ضد ولا معاه، واللي كان معاه ولا ضد، المهم وين المصلحه تقتضي انه انا الحزب نتاعي يبرز او يكون موجود، وين انا نكون معاه حتى ولو يتعارض مبادئ الحزب هذاك، تتعارض مع مبادئي ومع افكاري ومع هذا، ما يسالش نحط يدي في يديه لا لشيء الا لمصلحتي الشخصيه. وبالتالي فالساسه والسياسيون معروفين يعني لا يؤتمن لهم، وبالتالي مجرد انك تناقش هو اليوم معاها وضد راك زيد معناتها، حتى ولو كان ذلك على مصلحه، على حساب مصلحه الوطن. هذا ان كان هناك وطن بالنسبه اليهم، هذا ان كان هناك وطن بالنسبه اليهم، ولكن ليس لهم وطن، لهم كرسي. إذا بهذا ننتقل إلى المحور الموالي وهو تاريخ الانقلابات في تونس. خلينا نعمل مسح تاريخي لتاريخ الانقلابات هذه يا أستاذ محمد. على أثر الانقلاب المصري وإعلان عزل الرئيس مرسي، تعالت الأصوات المعارضة في تونس محاولة استنساخ النموذج الانقلابي المصري في تونس. هل أن خيار الانقلاب على شاكلة الوصفة المصرية له ما يبرره، أم أن الانقلاب في تونس فاقد لعلامات وخصائص الحالة المصرية؟ لكن قبل الإجابة عن هذا السؤال دعونا نتابع هذا التقرير للزميلة أميرة مقني في مسح تاريخي لأهم تواريخ الانقلاب منذ نشأة الدولة الوطنية. تقرير ثم نعود.